في خبر أخير أكد رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي خليفة الكندي استعداد المصرف لتقديم الدعم للسيولة في المصارف كلما دعت الحاجة. وقال الكندي إن المصرف المركزي يعمل على ضمان التوازن في أداء المصارف وتحقيق الاستقرار المالي من خلال الرصد الدقيق لوضع السيولة في المصارف، إضافة إلى المؤشرات المالية الأخرى التي كانت جيدة العام الماضي، وذلك لاستمرار النمو الصحي للقطاعات غير النفطية وزيادة تنويع الاقتصاد.